السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد توتوريال. حلقة النهاردة بعنوان Detect and Remove Silence in Cubase، يعني إزاي أكتشف وأشيل الأجزاء السكتة في كيوبيس. في الأول قبل ما نبتدي الحلقة محتاج أسألك سؤال، هل أنت من النوع اللي بيحب يكون البروجكت بتاعه بالشكل اللي قدامنا على الشاشة ده؟ ولا أنت من النوع اللي بيحب يكون البروجكت بتاعه بالشكل ده؟ مفيش شك إن المثال الأولاني ده لما أكون أنا عملت توزيع وبديها لحد يشتغل عليها هو ده الشكل المثالي اللي لازم أبعت بيه البروجكت بتاعي لمهندس الصوت اللي هشتغل عليه. ولكن لو أنا اللي هشتغل على البروجكت أنا من محبي النوع التاني، يعني لو أنا اللي هشتغل في هندسة الصوت للبروجكت بتاعي أنا من النوع اللي بيحب الشكل ده، إزاي أقدر أشير الأجزاء السكتة دي وليه؟ تعالوا نبتدي بليه الأول وبعدين نشوف إزاي. لما أشير الأجزاء السكتة دي هيكون الموضوع بالنسبة لي أكتر وضوح لما أجي أشتغل على البروجكت. بص كده الشكل هنا عامل إزاي، الدنيا بالنسبة لي سهلة، مش محتاج إن أنا أشوف الموجة. يعني مثلا البروجكت ده مثلا عندي كبير عشان أقدر أشوف هبتدي أعمل كده عشان أشوف الويفات شكلها عامل إزاي والموجات اللي جوه الويفة، لكن بالشكل ده الدنيا عندي أسهل. لكن لو رجعنا للمثال دوت فبص نلاقي إن أنا فعلا مش عارف إيه اللي شغال فين، وخصوصا لو كان بروجكت كبير زي اللي عندي ده. أنا أعتقد البروجكت ده حاجة 40 تراك، فيعني أنا هنا مش عارف إيه بيقول إمتى. فأنا دلوقتي مش محتاج إن أنا أشوف الموجات بتاعة البروجكت في مثالنا التاني. كمان المثال ده بيكون أسهل في رؤية الترتيب أو الأرنجمنت بتاعي. يعني أنا هنا مثلا شايف إن الجزئية دي فيها شغل كتير، دي بالنظر كده لما أجي أشتغل عليها أو لما أجي أعمل هندسة صوت عليها عارف إن أنا هاجي في الجزء ده في الجزء الخامس والجزء السادس أحتاج إن يكون عندي شغل، وكمان في الحداشر والاتناشر بنظرة عامة كده من غير ما أشوف الآلة دي إيه، بس أنا عارف إن الجزئية دي هيكون فيها شغل كتير. بص كمية الأصوات اللي موجودة فيها. تالت حاجة ده بيحسن لي من أداء الجهاز. تعالوا نتفق أن كل ما كان البروجكت عندي كبير وكل ما كنت حاطط في اس تي أو حاطط بلاج على تراكات بتاعتي كل ما زاد عدد البلاجات كل ما كانت بتستهلك من السي بي يو بتاع الكمبيوتر. طيب نحل المشكلة دي إزاي؟ ببساطة هنروح هنا في الأدت، نروح عند بريفرنس، نروح عند الفي اس تي بلاجن، ونيجي في الجزء ده Suspend VST3 Plugins Processing when no audio signals are received. نسلك عليها ونقول له Apply. أوكي. تعالوا نشوف الطريقة اللي نقدر نقطع بها. هنرجع لمثال تاني عشان نقدر نشوف هنعمل هنا. بص قبل ما اشتغل أنا شخصيا مش شايف تراكات ومش شايف عملي. يعني البروجكت ده صغير شوية، ده 21 تراك بس. تعالوا مضطر أكبر عشان نشوف هشتغل على إيه إمتى وفين. هاخد التراك ده. هسألك على التراك واروح عند اوديو واجي من الاوديو ادفانسد اختار ديتكت سايلنت. اوتوماتيك البرنامج ارى الاجزاء اللي فيها صمت وحذفها لي وخلاها لي الشرايح اللي موجوده قدامي دي. اللون الاسود ده بيمثل الصمت او الاجزاء اللي ما فيهاش شغل، واللون الرمادي ده هو اللي بيمثل الاجزاء اللي فيها شغل. تعالوا نكبر شويه عشان نشوف هل هو اراها صح ولا اراها غلط. زي ما احنا شايفين في جزء من الصامت ده في شغل، يعني مثلا تعالوا نسمع. بالتالي هو عمل نسبة كبيرة من الشغل، بس فاضل التدخل بتاعنا احنا بقى ازاي ان احنا نقدر نظبطها بالظبط. هنلاقي اول حاجة في الديتكشن عندنا open threshold و close threshold. threshold هنا بيشتغل بيعمل عملية البوابة او الجيت، بمعنى ان كل لما قللنا النسبة دي، يعني تعالوا مثلا نقلل النسبة دي كده ونشوف هيبقوا كام. هنا كانوا 12، انا شايل الاوتوماتيك هنا عشان ما يستهلكش من السي بي يو بتاع الجهاز بتاعي. اقول له انالايز، ما قراليش ولا حاجه لان انا قللت الدي بي بتاعي الثريشولد اللي هي البوابه. وكل ما زودنا البوابه قالوا مثلا نخليها على حاجه متوسطه، نخليها على 19 مثلا او 20 ونقول له انالايز، لسه ما زال في حتت موجوده، رجعت ل 12. هنزود شويه الثريشولد بتاعنا خلاهم 10، ولكن العشرة دول مفيش جزء في شغل ما تقراش، كل الأجزاء عندي موجود. نقدر إن احنا نفك اللينك، بس أنا حابب إن أنا أخلي اللينك زي ما هو. المينيمم تايم أوبن والمينيمم تايم كلوز. يفضل إن احنا نخلي الوقتين دول على نفس النسبة. ما أعتقدش إن هم عملوا لي فرق في الشغل. نيجي بعد كده عند البري رول والبوست رول. إيه هو البري رول وإيه هو البوست رول؟
البري قبل العلامة بتاعتي أو قبل الشغل بتاعي، أنا هنا شايف أنه أخذ لي من أول الشغل، بس هل في حاجة قبلها ولا لا؟ بالتالي هو عمل إيه؟ خد لي من قبل الويفة ما بتبتدي بحتة صغيرة وبعد الويفة ما تنتهي بحتة صغيرة، فأنا شايف أن النسب دي مناسبة للعمل بتاعي. طبعا النسب دي بتتغير بناء على الشغل اللي أنت شغال عليه أو الويفة اللي أنت شغال عليها. ممكن حد تاني النسبة دي ما تناسبوش، ممكن يكون محتاج نسبة أقل أو محتاج نسبة أكتر على حسب طريقة التسجيل للعمل اللي أنت حضرتك شغال عليه. هنا Add Region نقدر أن احنا نخليه يكتب لنا الاسم بتاع كل ويفة من الويفات الثمانية اللي هو حددها ده فوق كل ويفة ويسميها برقم. فأنا هخليها فعالها بس بالستريب سايلنس، هفعلها كمان والابلاي فيدز. المفروض ان هو الطبيعي بتاعه بيكون على 100، ولكن انا بحب ازودها شويه بخليها على 300 مللي سكند. هنقول له انالايز. طبعا هل تقدر تفعل ده من البدايه خالص، ولكن انا بحب اشيله ليه؟ لانه بياخد وقت طويل، لان كل حاجه بغيرها ابتدي اعدلها في الوقت الفعلي. بص ابتدينا اهو، تعالى نعمل كده، بص هيعمل ايه. عشان كده أنا من الناس اللي بيحب يشيل التسليكة من على الأوتو ويعملها كل ما يخلص شغل، ونقول له بروسيس. بص إيه اللي حصل، الدنيا بقت أسهل إزاي. تعالوا مثلا نجربها على تراك ما يكونش فيه شغل كتير، مثلا زي تراك الكونجا ده. نفس الطريقة، أنا أروح أوديو Advanced Detect Silence. أوكي، آخر إعدادات أنا عملتها زي ما حضرتك شايف ابتدى هو يعمل لي فيها إيه، يطبقها لي على الشغل اللي جاي بعد كده. طبعا ده هيفيدني في حالة ما إذا كان كل الشغل متسجل زي بعضه. يعني إيه كل الشغل متسجل زي بعضه؟ يعني مثلا تعالى نقول أنا سجلت مجموعة جيتار، 8 تراكات جيتار ولا حاجة، كلهم متسجلين ومتسنكين مع بعض، أسلك عليهم وأعملهم كلهم مرة واحدة. تعالى نشوف إزاي. تعالى ناخد الكيك ونعمل لها دوبليكيت، وناخد التراكين دول مع بعض، نروح على الاوديو Advanced Detect Silence. هنلاقي هنا ان ظهرت لي خانة جديدة اسمها Process All Selected Event. لو سلكت عليها وعملت Process هبص الاقي ان برة قطع لي التراكين زي بعض بالظبط. تعالوا نتأكد نشوف بس الاول ان امورنا هنا كويسة، ان التقطيع جت مظبوطة، مفيش جزء فيه شغله مش باين. نقول له بروسيس، تعالوا نشغل مثلا من اول هنا. بس الشكل حتى بقى اسهل، الشكل حتى بقى اسهل ازاي للرؤية. قبل ما اختم الحلقة احب اعرف من حضراتكم انتوا من اني نوع. حضرتك من النوع اللي بيحب يشوف الشغل بتاعه بالطريقة دي، ولا من النوع التاني اللي أنا منهم بيحب يشوف الشغل بتاعه بالشكل ده؟ كده أكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش عليا بلايك وشيروا الفيديو مع أكبر عدد من صحابكم عشان الفايدة تعم علينا جميعا. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.